وغيرها. طيب بنروح مباشرة إلى خبر الأسبوع. خبر الأسبوع معنا اليوم من صحيفة سبق حق بلد السلام، سفير الصين مثمنا الدور السعودي ويقول أبهرتني السعودية في إجلاء مواطنين من السودان، مع العلم أنه لكل اللي تابع الأخبار كان الدور السعودي الإنساني على مستوى العالم في إجلاء الرعاية من كل جنسيات العالم. خلونا نشوف الخبر ونرجع نعلق عليه. عبر سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية ممثل الصين لدى منظمة التعاون الإسلامي تشون وي تشينغ عن انبهاره بالخدمات التي قدمتها السعودية لإجلاء مواطني بلاده من السودان، مقدما خالص شكره للمملكة. وكتب تشينغ عبر حسابه الرسمي على تويتر يقول: أبهرتني الترتيبات السعودية لتسهيل إجلاء المواطنين الصينيين من السودان إلى ميناء جدة، وأضاف حقا أنها بلد الترحاب والسلام والأمان، شكرا للسعودية. يعني فرصة أنه نكرر الإعجاب والإبهار والفخر حقيقة، وهذا من حقنا بكل ما قدمته المملكة العربية السعودية من بداية الأزمة والحرب في السودان إلى اليوم. ما زالت عمليات الإجلاء مستمرة إلى الآن، الأخبار نتابعها بشكل يومي. التحية والتقدير للقيادة، للجنود القائمين على هذا الموضوع، موظفي والعاملين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم، كان لهم أثر ودور كبير جدا. ويمكن في واحدة من حلقات يا هلا استعرضنا فيها هذا الأمر، وكان معنا اثنين من الضيوف اللي تم إجلائهم من هناك، وكان الحديث بشكل واضح كشهود عيان على ما حدث على أرض الواقع. اليوم السفير الصين بهذا التصريح وقبله كثير من التصريحات. التعليق عندك يا دكتور. شوف، أول شيء خلينا نقول الله يعيد الأمن والأمان إلى السودان. هذا التوتر اللي في السودان يزعج أي إنسان لديه حس قومي، حس عربي، حس جوار. السودان هم أخوتنا وأحبابنا، احنا ما نقول إلا الله يجعل السودان بلدا آمنا ويعيده إلى دائرة الأمن والسلام. هذا أولا. ثانيا، كل اللي تكلمت عنه واللي قبل واللي قلته في الحلقات واللي أشوفه في الإعلام يؤكد كلمة واحدة، وهو أننا مملكة الإنسانية. يعني من فترة والمملكة تثبت أنه كل موقف إنساني يأتي تجد المملكة في الصدارة. خلينا نتكلم على الأرقام. طبعا أكيد أنه شهادة الصيني ليست كشهادة السعودي. السعودي لما يشهد هو بلد، ولكن لما يشهد صيني ويقول بالحرف الواحد بهرت، هو ليس يعجب ولا استحسن بل بهرت، والانبهار هو أعلى درجات الإعجاب، يقول بهرت. خلينا نتكلم عن الأرقام. يقول لك عدد اللي تم إجلاؤهم تقريبا أكثر من 5600 حتى إعداد هذه الحلقة. أكيد أنه بكرة يعني بيكون في، إذا في مجال لمساعدة أي إنسان محتاج ينتقل، أكثر من 100 وجنسيتين، يعني أكثر من 100 جنسية، 100 وجنسيتين. الملاحظة اللي لاحظته أنا أنه خدمات أبطال القوات السعودية ليست من الرجال والنساء، حتى تضفي الجانب الإنساني على النساء الخائفات. تعرف ترى الإنسان لما يكون جاي من بلد فيها قلاقل يكون مرعوب، ويكون أي كلمة تجيه يضربها في 10. يعني لو قلت له ضحكت بوجهه ضربها في 10، وقلت له الحمد لله على السلامة أيضا العكس، لو توترت في وجهه لانضربت في 10. كون وجود العنصر النسائي كمطمن للنساء، هذا جانب إنساني يعرفه من هربوا من حروب أو مناطق توتر. اثنين، الاستقبال بالورود والبشاشة، هذا أيضا يعطي، لأن الورد دائما سفير الحب وسفير السلام وسفير الاستقرار والهدوء. أيضا لم تكن المسألة في مجرد تسهيل، لا، أيضا تسهيل استقبال وأيضا تسهيل مغادرتهم. يعني أنت تستقبل وترسل بنفس الوقت، بالثنتين تكون فيها إنساني. أيضا يتم استقبالهم ودعم، بعضهم كان محتاج رعاية صحية، بعضهم كان محتاج رعاية طبية، يجد أن الرعاية الطبية جاهزة. أيضا لم زي ما نقول يعني السعودية أنها تجلي رعاياها، هذا شيء طبيعي، لكنك أنت تجلي رعاية
دول أخرى، هذا ترى شيء مكلف يا أبو يحيى أنك تجليهم. أيضا كلنا توقفنا عند تحية القنصل الإيراني والبعثة الإيرانية، كيف كان معاملتنا لهم بزيادة حتى نثبت لهم حسن النوايا، طالما أنه الحمد لله الأمور استقرت والعلاقات عادت. يمكن شفت كل وسائل الإعلام تناقلت يعني احتفاءنا فيهم واهتمامنا، ومن حق من حقهم علينا لأنه إحنا بلد إنساني، وأيضا الواجب يملي علينا هذا. الملفت للنظر أنه هذه الأزمة جت بدون تخطيط، يعني كورونا المملكة أثبتت إنسانيتها في غضون أنه كورونا كان في استعدادات وفي تخطيط وفي حظر وفي كذا، هنا لا، فجأة جتك تسأل الأزمة وأنت ما استعديت لها. لكن فعلا كنا على قدر المسؤولية، والحمد لله أن السعودية أصبحت حديث العالم. أنا ما أتابع ما يكتب في تويتر، أنا أتابع ما يقال في القنوات العالمية. الحقيقة حتى الخصم كان يعترف أن السعودية مملكة إنسانية، ويشهد بالدور الحيوي والمثالي والممتاز والمتقن والاحترافي في مسألة نقل الرعاية من بورت سودان إلى جدة. جميل جدا، أنا أشكرك على هذه القراءة الإضافية دكتور لهذا الموضوع. والدكتور كان يتكلم على وجود النساء والمجندات اللي كانوا يساعدون في صورة شهيرة انتشرت لمصور سعودي، أخذت مساحة واسعة من الانتشار على مستوى العالم، تداولتها وكالات الأنباء العالمية، تحدثت عنها كثير من القنوات. اليوم وقبل دقائق من بداية الحلقة غرد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري بهذه التغريدة اللي راح نعرضها أمامكم الآن، ويقول فيها: سعدت باستقبال وتكريم زميلي المبدع نزار معتوق حسنين من وكالة الأنباء السعودية واس على الصورة التي التقطها لمجندة سعودية تحتضن رضيعا، والتي عكست إنسانية السعوديين وحققت تداولا عالميا واسعا. لدينا شباب مبدعون وشابات مبدعات، نثق بقدراتهم ونتفائل بهم ونتطلع إلى المزيد منهم. وهذه الصورة أمامنا في فوق في تكريم معالي الوزير، وتحت صورة المجندة اللي التقطها هذا المصور. حقيقة إنها واحدة من اللفتات الكبيرة جدا، واللي تحمل كثير من الأبعاد. أولا تقدير المبدعين في المجال وفي المشهد الإعلامي، وخاصة المبدعين اللي يكونوا يعني قدرهم في عملهم أنهم يكونوا في الظل أو في الكواليس مثل المصورين، هذه لفتة كبيرة وجميلة وتحسب لمعالي الوزير وللمشهد الإعلامي اليوم، وتبعث على كثير من التفاؤل لدى أي إعلامي مبدع اليوم في الساحة، أنه ترى الجهة المسؤولة اليوم عن الإعلام تقدر ما تعمل، تتابع ما تقدمه، وتحتفي بك كما يليق بكل التقاطة إبداعية أو فقرة إبداعية أو حديث إبداعي. إذا لك تعليق يا دكتور قبل ما نروح الفاصل. الحقيقة حي أبو سعود معالي الأستاذ سلمان الدوسري على هذه اللقطة، وهذا اللي نسويه لازم يا أبو يحيى. دائما نحن دائما نركز على الجانب السيء، لماذا لا نركز على الإبداع؟ مثلا زي ما تفضلت، أنا متأكد أن الأستاذ حسنين هذا لما نصور ما كان يطمح لأنه يقابل الوزير، ولا أيضا إن صورته، بس شاف لقطة إنسانية تحركت فيه إنسانيته فصور الصورة هذه. أتمنى، وأنا أعرف أنه أبو سعود معالي الوزير سلمان الدوسري هو ابن المهنة، وهو يعرف أن هذه الخطوة اللي سواها ستحرك وتحفز وتشجع زي ما تفضلت أنت عشرات الآلاف من المبدعين اللي خلف الكاميرات، أنهم يعطون عطاء لوجه الله للعطاء، وبعد كذا تأتي النجاحات من التكريم من الوزير أو من أي جهة أخرى. جميل، الأهم من هذا تعزيز وتكريس ثقافة الاحتفاء والتحية والتقدير لكل الأشخاص المبدعين. الحمد لله أنه هذه الثقافة موجودة، لكن تعزيزها بهذا الشكل العالي أيضا من الأشياء اللي يبعث على سعادة. بكل إنصاف نقول شكرا لمعالي الوزير سلمان الدوسري، شكرا للمبدع نزار معتوق حسنين، وإن شاء الله إلى مزيد من النجاحات يا رب. نروح إلى فاصل، وبعد الفاصل بنلقاكم في برواز ومزايين الكتب. خليكم كده.